بكم إلى موجز أخبار الآن. حررت القوات الأمنية العراقية حي مشرفة الثالثة والجزء الشمالي من حي مشرفة الثانية في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وأعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت مشروع تصفية المياه في الحي. رحبت واشنطن بحذر بالاتفاق الذي وقع في ختام محادثات إستانا بين الدول الثلاث الراعية روسيا وتركيا وإيران لإنشاء مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، وذكرت الخارجية أنها ما تزال قلقة من اتفاق إستانا بشأن سوريا بما في ذلك مشاركة إيران تحت مسمى الدولة الضامنة. قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارة مفخخة بمخيم الركبان للاجئين السوريين قرب الحدود مع الأردن، وقال مراسلنا إن الانفجار وقع داخل سوق وسط المخيم بالقرب من تجمع لأفراد تابعين للجيش الحر، مضيفا أن الجرحى يتم نقلهم إلى الأراضي الأردنية لتلقي العلاج. استكملت قوات الشرعية اليمنية سيطرتها على ما تبقى من سلسلة جبال العمري وحوزان شرق مديرية ذباب غربي محافظة تعز، وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات قوات التحالف العربي كثفت ضرباتها على معسكر خالد بن الوليد شرقي مديرية موزع ما أسفر عن قتل 12 مسلحا حوثي. يتواصل في الجزائر فرز أصوات الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في البلاد، إذ بلغت نسبة المشاركة أقل من 50%، وأدلى الرئيس بوتفليقة بصوته من مقعد متحرك في العاصمة الجزائر، ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور في وقت متأخر من اليوم. أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية بسيطة مشروع قانون يتضمن تعديل أجزاء كبيرة من نظام أوباما كير للرعاية الصحية، وقد صوت 217 نائبا لمصلحة تعديل القانون مقابل رفض 213، بما يمهد لعرض المشروع على مجلس الشيوخ لإقراره حتى يصبح نافذا. شرعت روسيا ببناء أكبر تلسكوب مائي في أكثر البحيرات عمقا بمنطقة سيبيريا. يقول العلماء القائمون على المشروع أن تلسكوب الاختبارات التي تجري في بحيرة بايكال ستساعد على فهم أعمق لطبيعة الكون وتاريخه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.